رجعنا لكم مرة تانية، عايزين بقى نتكلم عن أسعار وتخفيض في الأسعار والمبادرات يا أميرة اللي بتحدث من الائتلافات ومساهمة هذه القطاعات في توفير سلع، السلع دي بأسعار مخفضة. صحيح. أنا بس عايز أقول حاجة بمناسبة يعني حب الوطن أو الائتلافات اللي بتقام، فكرة حب الوطن أو أي ائتلاف مبادرته بالنسبة لنا في حد ذاتها فكرة إيجابية. صحيح. ولكن لما تبقى تهدف يعني خفض الأسعار دي فكرة أعتقد أنها ناجحة إن شاء الله. طيب خلينا بقى نروح لائتلاف حب الوطن اللي بيواصل مبادرته لتقديم السلع بأسعار مخفضة. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. لطالما يبحث المواطن عن أسعار ترفع العبء عن كاهله، أقام ائتلاف حب الوطن بالتعاون مع محافظة القاهرة معرضاً للشباب في منطقة الترجمان لتحيي هذا السوق من جديد بعد ركود دام لثلاث سنوات. كانت البداية بينا ب65 عربية موجودين، منهم واحدة واقفة ورايا حضرتك دلوقتي. العربية دي مكافحة الغلاء، 65 عربية بحاول أثبت بيهم سعر اللحمة والسيد والزيت والرز والسكر اللي هي السلع الاستراتيجيه اللي بيحتاجها المواطن اللي هو الاستهلاك اليومي، وبفضل الله احنا نجحنا الحمد لله رب العالمين. مبادره جعلت تجار السلع المعمره والاستهلاكيه يقبلون لعرض منتجاتهم بعروض مختلفه وباسعار المصانع، مما شجع المواطنين من مختلف الفئات لسد احتياجاتهم المتنوعه من هذا المكان. المستهلك شهد بالفعل ان في بعض البضائع تختلف 50% عن السوق. على سبيل المثال الرز البسمتي حضرتك في الاسواق وعند البقالين وعلافين وعطارين ب 30 جنيه، هنا في معرض الترجمان ب 15 جنيه. عندك حضرتك يا فندم كيلو اللوبيا البلدي ب 36 وبعض المناطق ب 40 وبعض المناطق ب 30 ب 25 جنيه نمره واحد. انا من الحوامديه وخدت اسعار من هنا من يومين ورحت سالت ببلدي لقيت الفرق كبير، فرق حوالي 3-4000 جنيه يعني من الحوامديه اللي هنا. أنا اشتريت لحم ضاني ب 110. أسعار هنا كويسة وفي متناول الجميع، سواء كان اللحمة ولا أو الأدوات المدرسية أو الملابس. والله هو معرض في متناول الجميع والأسعار معقولة لحد ما عن برا يعني. والله الأسعار حلوة هنا، أنا جيت اتزعلت من الحاجة اللي هم جايبينها والحاجة حلوة وجايب كشاكيل وجبت لحمة. وبناء على نجاح هذا المعرض سيكون هناك تنفيذ لمثله في محافظتي أسوان والسويس، ويطلق عليهم نفس الاسم معرض الترجمان. سالي سالم، أون لايف.